الذي تم اعتقاله مؤخرا بتهمة قتل طفلة وإصابة أخويها بجروح بالغة قد اعترف بجريمته البشعة دون إكراه. كما عبرت أسرة الضحايا في لقاء أسرة الضحايا في لقائها مع التلفزة الموريتانية عن تقديرها للجهود التي بذلتها أجهزة الأمن الوطنية لتوقيف الجاني وتقديمه للعدالة. بين هذه الشجيرات وفي حضن هذا الجبل تعود طفلان وبنت في عمر الزهور على اللعب ببراءة، وفي هذا الخباء المبزل وسط هذه الورشة تعود رجل خمسيني تكسير الحجارة. المكان رحب بما يكفي للجميع، إلا أنه ضاق إحدى الأماسي حين امتدت يد الرجل الخمسيني لتكسر رؤوس الأطفال بكل وحشية وتركهم ينزفون على أرض لا زالت تحفظ آثار دمائهم شاهد إثبات. روعت الجريمة الرأي العام وصدرت الأوامر فورا، وانتشر رجال الأمن في المكان لتنفيذ أوامر أعلى سلطة في البلاد والقاضية بتقديم الجناة للعدالة. الجريمة بالذات أثرت في الناس كامل وأثرت في الرأي العام المحلي في مدينة تطار والوطني على مستوى البلد كله، ولا شيء أهم على ذلك من الزيارة اللي قام بها فخامة السيد رئيس الجمهورية. الأطفال اللي الحمد لله انتشلتهم أيادي خبرانا وأطبانا وما زالوا الحمد لله يتلقوا العلاج وفي تحسن لله الحمد. كان المشهد فظيع جدا، والشرطيين الأولين والمواطنين اللي جاوا العين المكان أذهلهم المشهد، وعليه كان لابد من إجراءات غير عادية سواء من حيث العمل للبحث عن المجرم، سواء من حيث الترتيبات البحث يتم في طريقة ما، وهذا النوع من القضايا يخلقوا فيه تجاوزات وإحنا حدينا من التجاوزات. وتوصلنا لاستجوابنا للناس عن آخر شخص مر قرب مسرح مكان الجريمة، هو هذا الشخص اللي عقبنا استهدينا عليه. استهدينا عليه أولا هو آخر شخص حتى بتصريحه هو، ثانيا ورشته للحجارة اللي تعد الجرافية هو هم هي أقرب مكان للجريمة العين الجريمة، ثالثا مؤخذ طريق اللي لاقس به المدينة لابد تمر من 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 قرب مساحة الجريمة. استدعينا السلطات القضائية اللي هو وكيل الجمهورية والإدارية من الوالي والحاكم وعادلهم تمثيلية الجريمة. قبض على الجاني والأدلة حسب الشرطة دامغة، والعملية كانت متقنة ووفق القواعد الأمنية والحقوقية، فالجاني لم يتعرض لأي إكراه جسدي، والتعاطف مع الأسرة المكلومة ضمد الجراح رغم أن ذكرى فقد الأحبة لا تزول. الله عليه الشكر والزوجة كاملة وشكر لعبد العزيز الاهتمام اللي على عدينا، وشاكر شاكر عدينا كامل، وشاكر الدولة، وشاكر الشرطة هون اللي القامس به معنا تمتم تعاطفها معنا إلين هني المجرم. شاكر ملك عدو كامل تم متواجد معنا ولود العرض كامل هون والعين ما قط قليلو ولقط لاردين ليل ونهار يعني عشان عيد المجرم.